ما بك يا بني؟ المأمون يا أمه. ما الذي بلغك عن؟ أشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى. أي يريد الاستقلال بالمشرق؟ لا، ولكن تراودها أشياء كهذه. بني، لا تقطع الشعر بينك وبين أخيك. أحاول جاهدا يا أمه. بعثت إليه بكتاب يشدد البيعة لي وله ولأخي القاسم. وماذا كان رده؟ لم يجب حتى الآن. إذن في نفسه حاجة. وما حاجته يا أمه؟ أن يستولي على العرش. هكذا؟ دفعة واحدة؟ لا، بل على دفعات. لا تستهم بالصغائر يا بني. خراسان مستودع مملكتك من المال والرجال، وعندي مستودع من الدم العربي الذي يموج بلا انقطاع. إذن حصن نفسك. كيف؟ تولى أمر رعيتك بحسن ذهائك وحلمك وحنكتك وقوة بطشك وسلطانك. حلم وحنكة مع القوة والبطش والدهاء كيف يجتمعون؟
الحنكة في أن تعفو عند المقدرة، والبطش في أن تعاقب الظالم أبدا. هو ذا أبو وهب قد جاء إلينا بحصانه، دعه يدخل. وأنت في مجلسي يا أمه؟ يا ولدي إنه منا وفينا. أمرك. أمرك مولاي. دعه يدخل. السلام عليكم. وعليكم السلام. إلى أين يا أبا وهب؟ لا أجد من اللياقة أن أفصل بين أم وولدها. أستحلفك بالله بأن تدخل للحظة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أفصح عما في صدرك الآن وسأله عن رأيه فيك. ما رأيك بي يا أبو وهب؟ أرأيت يا أمي؟ إنه لا يحبني. يا أبا وهب لما لا تجيب مولاك؟ إن أجبت بنعم أو لا فهو لا يعلم ما في قلبي. ولكن نحن نعلم ما في قلبك. لا يعلم السرائر إلا الله سبحانه وتعالى. مولاك يلاحظ أنك تحب أن تعادي. لقد سألتك مولاتك فلما لا تجيب؟ والدة نبي الله موسى رمت بولدها في النهر وهي تحبه، وإخوة يوسف تظاهروا بالبكاء عليه وقد رموه في الجب. ما بالك يا أبا وهب وكأنك لا تحب الجلوس معنا؟ إن لجسدي علي حق. ما حق جسدك؟ النوم. ولماذا خرجت من بيتك إذن؟ أتفقد أحوال الرعية. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسمعت يا بني؟ إنه يحاول أن يدلك على عيب أنت فيه. أتعنين تفقد الرعية؟ أجل، نتفقدها يا أمه من خلال عساسنا ومحتسبينا. أجد أن تتفقدها بنفسك. كم أنت بحاجة إلى مثل هذا الرجل يبرز نقائصك أمام عينيك. أبواب؟ أجل، إنه صديقك وعدوك في آن. انظر يا شعيب، هذه 10 غنمات فرع من أصل. وأين الأصل؟ في مرعى آخر يتولى أمرها ولدي وليد وراعيان آخران، استأجرتهما خصيصا لهذه الغاية. سلني لما أتيت بهما ومن أين؟ أتيت بهما من الرصافة. سلني لما الرصافة دون غيرها؟ لأنني شيدت فيها دارا. بربك سلني لما اخترت الرصافة دون الكرخ موطني ومولي؟ لأن الرصافة بلد الأثرياء والأغنياء، والكرخ موطن المعدمين والفقراء. فإذا أردت أن تصبح غنيا عليك أن تأم الأماكن المترفة وتبتعد عن الأماكن الفقيرة والمعدمة. بربك سألني كم كلفتني داري في الرصافة. والله ما أراك غضبت يا رجل. أسألك عن ضرعك فتجيبني عن خادمك وملبسك ومأكلك. كم دراهمك؟ دعني من الدراهم الآن وأجبني. لا ضرع دون دراهمي يا صاحبي. أو تدري أن هذا القطيع نتاج قطيع آخر؟ سلني عن غنمي كله فأجيبك. والله ما عدت بحاجة لسؤالك هذا. خاسر أنت ورب الكعبة. وما الذي أخسره؟ نصيحة أنصحك بها فتغدو ثريا مثلي ومثل ولدي وليد. تدفعني مكرها لسؤالك مرة أخرى؟ كم دراهمك؟ لن أحدثك عن هذا قبل أن تخبرني كيف أصبحت ثريا كل هذا الثراء من درهمين. لتلك قصة طويلة يا صاحبي. إذن إرويها لي. هذا في يوم من الأيام عندما كنت في الكرخ موطني ما الأمر يا محمد؟ أخي المأمون. المأمون؟ ما به؟ يشيع بأن أبي أخذ العهد من الجنود بالبيعة له دوني.
أي يغيظك هذا؟ يزيحونني عن كرسي الخلافة ولا أغضب؟ أتريد حلاً لمشكلتك؟ نعم يا أمي، أرجوك وبأسرع وقت. اقتسم المملكة. لا لا يا أمه، لا لا، هذا أرثي، أرثي، لن أتزحزح عنه أبداً، أرثي هذا. يا ولدي، لقد قضى والدك بقسمة الخلافة بينك وبين أخيك. ما بك يا أمه؟ ما بك؟ وكأنك بدأت تميلين إلى ابن الجارية. حبا بك وحرصا عليك. وأي خطر هذا يدهمني؟ خطر الذين يناصرون أخاك. لقد أتوا ببني العباس إلى الخلافة، ولا عجب أن يعزلوك عنها. إنك تبالغين في القول يا أمي. بل أحاول قراءة المستقبل مما حفظته من الماضي. دع خراسان له، يصارع أهلها فيصرعون. أما أنت فبين أهلك وأعمامك. أمي ماذا تقولي؟ أتدرين كم تغل خراسان؟ لا خير في غلال يعقبه دم. يأتي يوم ينقلب أخي فيه ويرفع السيف في وجهي. الملك عقيم يا ولدي، ومن أجل هذا الكرسي يسفك الإخوة دماء أخوانهم. أمسيت في حيرة من أمري، أمسيت في حيرة من أبي يا أمه. أترك إرثا أخذته عن أبي وأقتطع يدا من جسدي؟ إن كان فيها وباء فنعم، اليد العليلة تقطع وترمى لئلا تصل العلة إلى القلب، وقلب خلافتك بغداد وأمصار العرب. أعد قراءة الرقاع الذي رميته وتأمل بين السطور، ثم أجب بحكمتك ودرايتك. كيف كان نهارك يا شعيب؟ أظن أنك سألتني عن هذا منذ قليل يا دعد. أجل، ولكن لم تجبني. السكوت أفضل من الإفصاح. إذن لم يكن نهارك سعيدا. إن اللبيب من الإشارة يفهمه. الحمد لله. إذن عليك يا شعيب بتجارة غير تجارة الجوز. التجارة بحاجة للدراهم، والدراهم في طي السماء، بل في جيوب الأغنياء يا دعد. وكيف آلت إليهم يا شعيب؟ لا أعرف، هذا ما يحيرني. أود أن أسألك سؤالا. أعرفه. كيف كان نهارك يا شعيب؟ ها؟ بل كيف سيكون ليلك يا شعيب؟ هل تخفين شيئا يا امرأة؟ اطمئن يا شعيب، لا شيء، إنما بل إنك تخفين شيئا يا دعد. لم أسترح حتى تفضي بما عندك. أقسم، أقسم أنني سأحطم ضلوعك إن لم تتكلمي. ماذا هناك؟ جاءك جند الخليفة. ماذا تقولين؟ جند الخليفة؟ لا تخف يا شعيب، كل ما في الأمر أن الخليفة يريدك غدا. يريدني الخليفة؟ ولما؟ السلام عليكم. ماذا تريد يا رجل؟ أتطلب أحدا؟ هل هذه دار شعيب الخزرجي؟ أجل. إذن توكلنا على الله. قلت هذه دار شعيب وليست دار ضيافة. ويحك يا امرأة، ويحك، أين الكرم؟ أين الشهامة؟ وكيف تطلب الشهامة وأنت تدخل بيتا ليس فيها إلا امرأة لا تعرفك ولا تعرفها؟ صدقتي، صدقتي في هذا. إذن لو سمحت لي أن أجلس على تلك المصطبة فأعرفك على نفسي. كأنني رأيتك ذات يوم، ولكن أين؟ أين يا دعد؟ ربما في سوق الكرخ. سوق الكرخ؟ والله ما دخلته أبدا. إذن أين رأيتك؟ دعيني أجلس أولا ثم فكري بما تشائين. تفضل. الآن فكري بما تشائين. كأن
أني رأيتك فارسا تحرس الخليفة. من؟ الخليفة؟ الخليفة دفعة واحدة؟ لن تريني سوى خلف ناقة أو شاة. أين شعيب الخزرجي؟ زوجي؟ أأنت زوجته؟ أجل والله ما أخطأ ظني. وما كان ظنك إذن؟ أن ابن عمي قد وسوس له الشيطان. أأنت بحاجة إلى قصعة ماء؟ يرحمك الله. الحمد لله. والله ما شعرت بشتاء ألذ من هذا الشتاء. لماذا فعلت ذلك يا امرأة؟ وسوس لي الشيطان ففعلت. إذن أنت بائع الجوز؟ أجل يا مولاي. بكم تبيع الجوز؟ على قدر الحال. وكيف هذا؟ لأهل الثراء السعر وللمعدمين السعر. إنما الله فرض ربعا محددا. ما نأخذه من الأغنياء يا مولاي نرفعه عن الفقراء. أسعدتني بكلامك هذا، حسنت. ألا تذكرك هاتان الحبتان بشيء ما قد حدث معك ذات يوم؟ وكيف لي أن أذكر يا مولاي وأنا أبيع الجوز مذ كنت يافعا؟ تذكر؟ ربما تذكرت حدثا يا مولاي. وما هو هذا الحدث؟ في يوم من الأيام كنت أبيع الجوز على ضفاف النار، وإذا بموكب مولاي الرشيد يمر بالقرب مني، فهلني الأمر أولا، ثم بعد ذلك دفعت باتجاه هذا الموكب. يغريني فضول الطفولة يا مولاي ونعم مولاي الرشيد الذي كان يوزعها أحيانا على أهل الحضوة. و بك سكت، لم تنتهي الحادثة بعد. أذكر أن صبيا من أهل الموكب يا مولاي اختلس مني حبتي جوز ودسهما في جلبابه. يومها لم تتكلم أبدا ولست بالصمت. خشيت أن أشكوه يا مولاي. أنا هو ذلك الصبي الذي أخذ حبتي الجوز. سامحك الله يا مولاي. ما بك؟ أقول لك أنا، تسامحني؟ تسامحني الآن لأنني الأقوى وأنت الضعيف كما سامحتني في البداية؟ اسمع يا شعيب، لك مني 100 درهم ثمن حبة الجوز. باستطاعتك أن تأتي إلى مجلسي ساعة تشاء وتطلب ما تشاء. إياك أن تتردد يا شعيب. الآن أستطيع أن أطلب منك السماح يا شعيب. سامحني يا شعيب، سامحني. رعاك الله يا مولاي، رعاك الله. يا شعيب أنت سامحني، أنت سامحني. ألديك قصعة فارغة؟ ويحك يا رجل، أنت بحاجة لهطول المطر؟ أرشدك إلى فائدة. اقتصدي هذه النواة وازرعيها في حينها. لسنا بحاجة إليها. أي امرأة ترفض النعمة؟ تركتها لك. يا امرأة، يا امرأة، النواة أصل النخلة ومجموعة النوى أصل بستان النخيل. اسمع، قسما لو لم تكن ابن عم لزوجي تشاركه دمه ولحمه لما دعوتك للجلوس في داري لحظة واحدة. أيطول غيابه؟ قلت هو عند الخليفة. بل سيق إلى الخليفة سوقا. ربما حدث هذا. أي امرأة أنت يساق زوجك إلى الخليفة فلا تكترثين؟ وماذا عساي أن أفعل؟ تخرجين إلى الناس فتولولين. وماذا يفعل الناس إذا قضى الخليفة أمرا؟ ينقلبون عليه فيردعونه. ألا تنطلق من هنا فتريحني وترتاح؟ اسمعي، لن أغادر هذا المكان حتى يعود شعيب. وأنا كذلك. ولكنني لا أراك تكترثين.
قلبي مطمئن إنه سيصيب نعيما، أو ربما يقطعون رأسه، ومن يدري. أبو وهب، يا أبو وهب افتح يا أبو وهب. ماذا؟ خذ ما عهدتك تعطي. لقد أنعم الله علي يا أبو وهب. أهي هدية أم صدقة؟ هي صدقة إن جاز التعبير. أعطيها لمن هو أحوج مني. ما رأيت أحدا أحوج منك، ولم أرى في دارك سوى رغيف خبز. هو نعيم يسد جوعنا. أضف إليه هذا. قلت أعطه لمن هو أحوج مني إليه. لتكن هدية. صدقت في الأولى وكذبت في الثانية. إليك عني. يا أبو وهب، يا أبو وهب، أقسم أني كما صدقت في الأولى صدقت في الثانية. لن أبرح مكاني حتى تأخذها مني. أبو وهب، أبو وهب، 200 درهم؟ أقسم إنها 200 درهم ثمن حبتين من الجوز. لو تسنى لي أن أسمعك شهادة من كانوا في مجلس الخليفة لفعلت. إنما هو حظي العافر الذي يقف أمام سعادتي دائما يا دعد. لكنه وعدك ب200 درهم. هو طلب مني أن أدخل ساعة حاجتي فيلبيها لي. الأمر في غاية البساطة يا شعيب، تذهب إليه غدا وتطالبه بما وعد. أخشى أن يأتيه رقع آخر فيصب جام غضبه علي. ألم يجد غيرك لينفث فيه غضبه؟ من يدري يا دعد، لحظة واحدة وكان سيكون في جيب جلبابي هذا 200 درهم، وإذ بحاجبه يأتيه برقاع فيتفهر وجهه ويصرفني دون أن يعطيني درهما واحدا. إذن اذهب إليه غدا. ألا تظنين أن في عملي هذا قمة الوقاحة؟ بل طلب للوفاء بعهد قطعه على نفسه. وإن هرني وطردني. تخرج كما دخلت، وما الضير في هذا؟ وربما أعطاني ما وعدني به. وحينئذ يصبح في جيبك 200 درهم. نسيب، جاءك من يسأل عنك هذا الصباح. من؟ قاسم الخزرجي. ابن عمي؟ أجل. ولما لم تخبريني مذ وطأ قدماي الدار؟ شغلني أمر 200 درهم. تبا لك يا دعد، أين هو الآن؟ ذهب إلى سوق الكرخ. يجب أن ألحق به يا دعد، وإلا ستندمين على فعلتك هذه. ما رأيك بالذي دفع ثمن هاتين الحبتين 200 درهم؟ أحمق والله، ولكنه حاكم رعية. إذن الرعية حمقى. هب أنني أنا ذلك الحاكم. إلى أين؟ إلى داري. ولكنك لم تجب. اعذرني يا مولاي، أنا لا أجلس في مجلس حاكمه ورعيته حمقى. لا تنسى، أنتظر منك جوابا. أي جواب تريدني أن أتفوه به وقد أغلقت كل الأبواب في وجهي؟ بل تركت لك بابا على مصراعي. نشتت الدار. ماذا؟ ماذا قلت؟ نشتت الدار. ثمن الدار 30 درهما، وقبلت منك 25، ولكني لا أملك منها سوى 3 دراهم. إذن أبيع الدار للشاري. قلت لن تبيع الدار لأحد، هذه دار أبي وجدي. وهي دار أبي وجدي أيضا، ومع ذلك سأبيع. أنت حر فيما ستفعل. إذن أبيع ما أملكه وأبقي لك ما تملكه. لن تبيع ذراعا واحدا منها. أيعقل أن نقسم الدار إلى نصفين؟ ولم لا؟ نضع ساترا وينتهي الأمر. كيف؟ كيف؟ نضع حصيرا في الدار فيكون لك ذراع ونصف، ويبقى لي ذراع ونصف. ومن يسكن في دار عرضها ذراع ونصف؟ جهيم، جهيم الذي حدثتك عنه. أتكون قامة جهيم هذا بقدر هذه السلة؟ بل سيشتري الدار ليضع فيها حماره والشاة. ماذا تقول؟ ويحك يا قاسم،
أتبيع المكان الذي كان يتوسده أبي لمن يجعل منه تجمعاً لبعض الشات؟ اشتري هذا. لو لم تكن تشاركني لحمي ودمي لحطمت رأسك. أمهلني يومين إضافيين. وما الذي سيحدث في هذين اليومين؟ سيصبح معي 100 درهم. ماذا؟ 100 درهم؟ هل عينت وزيرا للخليفة؟ لتلك قصة. أقسم لن أبرح هذا المكان حتى أعرف تفاصيلها. أدني أولا أنك لن تبيع الدار يا قاسم. وماذا دعدو يا بعد؟ أقصد وماذا بعد يا دعدو؟ لا شيء يا أبا وهب، هذه هي القصة من ألفها إلى يائها. 100 درهم ثمن حبتي جوز. 100 درهم فقط. إذن ما ثمن شجرة جوز بأكملها؟ يا أبا وهب لم تجبني بعد. الجواب عند الخليفة. أتنصحه بأن يطالب الخليفة بما وعد؟ ما أكثر الوعود وما أعظم الجحود. هيا يا حصاني هيا. لم تشفي غليلي بعد يا أبا وهب. انظر إلى تلك النعجة، والله إذا ما قص صوفها وحشي في الفراش ما نام عليه شخص إلا وحلم بالجنة. يا الله. انظر إلى ضرعها، إذا ما انسكب في إناء عجز عن استيعابه. وانظر إلى بطنها المنتفخة، إنها لا تلد إلا التوائم. والله ما زدتني إلا تعلقا وإعجابا بالغنم. معجزة أليس كذلك؟ نعم. وكم ثمنها؟ 5 دراهم. ثمن 2؟ نعم. 2 ب5 دراهم؟ نعم. هب أنني أخذت واحدة. ثمنها 3 دراهم. 3 دراهم؟ إذن خذ 2 وادفع 5. أنصحك ب2، سيصبح لديك قطيع خلال 3 سنين يا رجل. أدفع لك بعد 2. من يضمن لي هذا؟ ألا تصدقني يا أبا الوليد؟ لا تصدقك إلا دراهمك. تبا لك يا شعيب، لقد أذللتني. يا أبا الوليد، ألا تصبر علي 2؟ أريد موثقا. ما رأيك بابن عمي شعيب؟ شعيب؟ حسن، سأوكل الأمر إلى ولدي وليد. بارك الله فيك. كل هذا حدث أثناء غيابي في جمع الحطب؟ هذا هو الذي حدث يا دعد. لا أدري أي دار هذا الذي يساوي 25 درهما. لذا دفعت 30. حري بك أن تبيعه. أبيع إرث والدي؟ وما الضير في هذا؟ رقاع أحتفظ به. إنما وصية والدي أحفظها كما أحفظ اسمي. حذار يا شعيب أن تبيع الدار إلا إذا أصابك جوع أو مرض، وها أنا ذا والحمد لله سليم البدن وفي دار قوت يومي. إذن دعه يبيع حصته. إن حدث هذا فلن يبقى لكلينا يا دعد. إذن عليك بالخليفة. الخليفة؟ وماذا أفعل عند الخليفة؟ تطالبه بالوعد الذي قطعه. أتظنينني وزيرا لديه يدخلني متى أشاء ويعطيني ما أشاء؟ ما أتعسنا نحن العامة، نتألم ويحضر علينا الصراخ. كيفما تكون يولى عليكم. ومتى سئلنا رأينا في الخليفة، خليفة يروح وخليفة يجيء، وأفواهنا مثل أبوابنا موصدة. ويحك يا دعد، أتريدين بكلامك هذا أن تشعلي النار في داري؟ لقد اشتعلت النار في قلبي وهي الأهم. تذكري أن والدك مات مع الخليفة. بل قتله الخليفة. وليد، ما الذي أبطأك عني؟ أوهب، أتراه دعاك إلى شواء؟ بل إلى ماء محلى. إلى أين؟ إلى داري. إلى داري؟ والغنمات 6 التي وعدتني بها؟ اسمع يا صاحبي، إن كنت تريد الغنمات 6 فإن ثمنها؟ إن ثمنها في دار أملكه؟ ألم نتحدث في ذلك بالأمس؟ نعم، لكن الذي لم نتحدث به هو موقف شعيب من هذا. أتراه يغير رأيه؟ هل ستعطيني الغنمات؟ وإن لم يقبل؟ بعت داري.
هيا بنا هيا بنا. إذن أنت نسيب أعدائنا. لقد دخلت يا شعيب مدخلا صعبا. ما بك؟ لما لا تجيب؟ إنما يا مولاي أنا بائع جوز بسيط لا صلة لي بمن ذكرت. سيردو دمهم في ذريتك رغما عنك. أطلق زوجتي إن كان ذلك يسرك ويرضيك يا مولاي. لا ما طلبت ذلك. ذكرت لي وعدين قطعتهما على نفسي. الأول أن تدخل علي ساعة تشاء، وها قد دخلت. ذكرني بالثاني. لا أريد إلا دوام عزتك وعلو مكانتك. لا بل تريد شيئا تخفيه في داخلك. جرت بيننا حادثة يا مولاي مذ كنت صبيا، فوعدتني أن تذكرت. نعم يا مولاي، لقد أهديتني حبتي جوز عندما كنت في موكب والدي. بل أخذتهما مني خلصة يا مولاي. ويحك يا هذا، أتتهم مولاك بالسرقة؟ بل أهديتك إياهما يا مولاي. إذن ما الذي تريده الآن على هدية أخذتها منذ 15 عاما؟ إنما جئت أطالبك يا مولاي بوعد قطعته على نفسك منذ أيام. وعد؟ وبما وعدتك؟ أن تعطيني 200 درهم. 200 درهم؟ أنا؟ لماذا؟ نعم يا مولاي، أنت ثمن حبتي جوز، كل حبة 100 درهم. ويحك أيها الطامع الأحمق، أتأخذ ثمن حبتي جوز أهديتهما لمولاك 200 درهم؟ تعال خذ هذان الدرهمان، هذا حقه. تعال. معاذ الله يا مولاي أن أخذ منك ثمن حبة جوز هدية أهديتها لك. تعال درهم ودرهم، درهمان، تعال، هذا حقك يا شعيب، حقك. انصرف. لقد أنصفتني فعلا يا مولاي، لقد أنصفتني. مع السلامة يا شعيب. اسمع شعيب، عندما تريد أن تأتي إلى هنا إلى مجلسي باستطاعتك ذلك ساعة تشاء وتطلب مني ما تشاء، لا تتردد يا شعيب، انصرف. والله يا قوم ما نكثت بوعدي لهذا الرجل إلا لأن صاحب اليقطين سيأتيني بعد قليل، فماذا سأدفع له ثمن اليقطين إذا دفعت لهذا المعتوه 100 درهم ثمن الجوزة؟ ادخل. هذا أنت؟ تفضل. أتنام ولا تنصد باب دارك؟ ولما أنصده؟ انظر، هذا كيسي فارغ. يا بواب، صاحبك انطلق بغنمه. لم تنقضي الأيام الثلاث، لكن هذا يوم سينقضي. بقي يومان. أنا غير مطمئن. ستأخذ ثمن غنمك في النهاية يا أخي. لكنك لا تملك درهما من أصل 15. وما صلتي بهذا؟ شعيب سيدفعها. لن يدفعها يا أبا وهب، لقد عاد من دار الخليفة هذا المساء بدرهمين 2. بدرهمين؟ بدرهمين عوضا عن 200؟ أنت الذي أوصيت إلي لأقبل كفالة شعيب. اذهب أيها المخزومي إلى دارك ودعني أنام في داري قرير العين. اذهب. ما دام النوم قد هجرني فلن أدع أحدا ينام. وددت أن أعض قدميه بدلا من أن أقبلهما. شعرت بنار تضطرم في صدري يا دعت ولا أستطيع كبتها.
الحمد لله الذي ألهمني الصبر، وإلا فصل رأسي عن جسدي. إنه ينتقم من سلالتي. وما علاقتي بكل هذا؟ ليت أحدنا مات فاسترحت قبل أن يختلس مني حبتي جوز. دع الماضي يا شعيب وفكر فيما نحن فيه. الماضي أساس بلائي الآن، لولا تلك الحادثة لدسست جسدي في الفراش مرتاحا. ما الذي يضحكك؟ ذلك الدين الكبير الذي ترزح تحته 15 درهما. لا أملك منها إلا نصف درهم. قم قم إلى النوم يا شعيب. لن أنام حتى أهتدي إلى حل. غدا أذهب إلى عشيرتي وأقترض هذا المبلغ منهم. لا لا أريد أن أكون علة على أحد. هلك أن تكون مدينا لعشيرتي. بل هلني أن يعطيني أهلك ما سلبه أهلي مني. اسمعي، أمامي حلان لا ثالث لهما، إما أن أبيع دار أبي أو أسترجع الغنم. إلى أين؟ إلى ابن عمي قاسم. في مثل هذا الليل؟ إنه على مرمى حجر، لن أنتظر حتى الصباح يا دعت. هذا شراب الفالوذج، كيف لي أن أحكم عليه دون أن أتذوقه؟ هب أنني قلت لك تذوق. خذ. أتذوق. تذوق. لم تسألني عن مذاقه يا مولاي. هب أنني سألتك. نجرب. جرب. لم تسألني عن موطن هذا الشراب. هب أنني سألتك عن موطن هذا الشراب. نجرب يا مولاي. جرب. قسما لو كان عندي نبع من هذا الفالوذج لالتهمته. الحمد لله. في المرة القادمة لن تنال منه ولا قطرة واحدة. وإذا نصحتك؟ هب أنني سألتك النصيحة. لو أضيف له الجوز يصبح طيب المذاق. هذا أمر مستساغ. ممن استقيت هذا؟ ممن جلسوا قبلك على هذا الكرسي. غدا نجرب مع الجوز. هاتوا الفاكهة. نجرب. يويا. تشاجرت مع ابن عمك؟ حبذا. باتت دارا للشاري بثمن قليل. ليت هذا الذي حدث. إذا ما الذي حدث يا شعيب؟ الذي حدث هو أنني لم أجد ابن عمي. إلى أين ذهب الغنم؟ الغنم؟ لا أدري، ذهب إلى مكان بعيد لا أعرفه. أقسم أنني قرأت احتياله على وجهه. دعت، لا تنسي إنه ابن عمي. ابن عمك؟ ابن عمك الذي جعلك رهينة 15 درهما؟ قل لي يا شعيب، ما الذي حدث في الدار؟ ما من مشتري لها. وذاك الذي دعاه ابن عمك؟ كذب بكذب، جعلها حيلة كي يبتزني ويشتري حصته من الدار. أقسم أنني لم أكفه منذ دخوله فناء الدار. دعت، إنك تذمين من هو من لحمي ودمي. والله لو كان كما قلت يا شعيب من لحمك ودمك لما جعلك رهينة القضاء. وهل رفع المخزومي شكواه إلى القاضي؟ جاء في هذا النهار ليهددني بذلك. يا له من غادر. هذا حقه، عرضت عليه حلا فوافق على مضض. وما هو ذلك الحل؟ يأخذ دار أبيك عوضا عن غنمه. لن يحدث هذا ما حييت. حتى لو بقيت في السجن؟ السجن؟ السجن أرحم إلي من بيع إرث أبي. إنه فعلا طيب المذاق. بكم سلة الجوز هذه؟ هي هدية يا مولاي، أدام الله فضله علينا. لا 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 يا بني، قريت على نفسي ألا أقبل الجوز إلا بثمن. ثمنه يا مولاي. كم حبة جوز في هذه السلة؟ 100 ونيف يا مولاي.
مئة مليف. سندفع لك 4 دراهم كما ترى يا مولاي. ما رأيك يا أبا وهب الذي دفعناه؟ الرأي رأيك يا مولاي. أعرف، ولكنني أستعين بك. لقد تكرر هذا المشهد أمامي منذ يومين في سوق الكرخ، إذ اشترى رجل سلة كهذه السلة 50 درهما. ما الذي تقوله يا أبو وهب؟ 50 درهما بهذه السلة؟ وإن سمح لي يا مولاي، اشتريت هذه السلة 200 درهم. أنت تشتري هذه السلة 200 درهم؟ أرني. انظر يا مولاي، هذه النقود، احصيها، عدها. أجل يا مولاي، هي 200 درهم. 200 درهم. أبو وهب، من أين لك هذا المال؟ جمعته من أعطيات مولاي الرشيد رحمه الله. ولماذا تدفع 200 درهم ثمن هذه السلة وهي لا تساوي إلا 4 دراهم؟ من أجلك ولسمعتك. لي أنا؟ أجل يا مولاي، خشيت ممن شاهدوا الذي اشترى السلة 50 درهما أن يقولوا أن مولاي الأمين دفع ثمنها 4 دراهم. أبو وهب، هذه دراهمك 200، خذ. وفي يديك 200 درهم، وأضف عليها 10 دراهم، خذ. ولما أضفتها يا مولاي؟ حتى لا يقال إن الأمين دفع في سلة الجوز كما دفع أبو وهب. هذا ما وعدك به مولاك، فأمر لك 200 درهم ينقصان هذين الدرهمين. حق لك يا أبا وهب أن تأخذ 200. ما كان هذان الدرهمان لي، إنما سأعيدهما لصاحبهما. ومن صاحبهما؟ الخليفة. ألم يعطك من 200 درهمين؟ بلى والله. وللوليد في ذمتك 15 درهما. صدقت يا أبا وهب. وهذه دراهمك، انطلق إلى دارك بثروتك يا شعيب. هيا، دعني أقبل قدميك يا أبو وهب. لم أمسي خليفة بعد. هيا إلى دارك، هيا. أما أنت فقد عادت دراهمك 200 التي أقرضتني إياها. نعم، ها هي. هذه لك. ما هذا؟ 10 دراهم الإضافية، خذها مقابل تذكرك في إيوان الخليفة. لا لا، الأجدر بك أن تأخذها أنت يا أبو وهب. تفضل، خذها يا أخي. انطلق إلى دارك، هيا. اذهب يا أخي، اذهب، فقد غالبني النعاس. خذها أنت. اذهب يا أخي، هيا. أبو وهب، تذكرت شيئا. ماذا تريد؟ من هو ذلك الرجل الذي ادعيت أنك قد شاهدته في سوق الكرخ والذي دفع ثمن سلة الجوز 50 درهما؟ أراك كذبت على الخليفة هذه المرة. لا، لم أكذب أبدا. هذا رجل رأيته في منامي ليلة البارحة. في منامي.